مين هيدي يا بابا؟ سكرتيرة بابا. سكرتيرة يا بابا؟ I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me فاتت يا رعد شوفك عم بسمع في شاب لك شو بك جبت السلالير بتقطشي وبتحكي في شاب في شاب فهمت وبعدين سيس في شاب هو امه برا وعايزينك بخصوص بخصوص شو هلا هن بخبروك بس سيس ما تقبل ما شو طيب اوكي روحي وبعتيلي اوكي تكينا وانت جاي على بكره على اول المفرق في ساعات كويس تمر اللي عنده بتقولي له خليه يفحصك ليش بده يفحصني؟ لاني صار من الساعه المخربطه بتمشي بتوقفي عرفت كيف؟ بده يكون خاصه بالطريقه حرام كون ما بتنام منيح مشان هيك ما بتعرف تفضلوا مرحبا استاذ اهلا مدام اهلا وسهلا اهلا فيك تفضلي مدام تفضلي اهلا وسهلا تفضل عمو تفضل تفضل ليه؟ ايه لا شكرا تفضل ارتاح تفضل نعم اهلا وسهلا فيكم ما شرفنا بحضرتكم حضرتك بتكون امي وحضرتك مين؟ انا ابن هي امك وانت ابنها وابنها ما له اسم؟ اسمي سمير وهي ام سمير اهلا وسهلا بام سمير اهلا وسهلا سمير تحت امركم امره شوف استاذ هالصبي وحيد على اربع بنات نعم بحب افرح فيه قبل ما اموت الله يفرحك فيه جوزتيه ولا بعد؟ كيف جوزته جايين لعندك نحكي بالموضوع؟ بفهم من كلامك انك جاي لإله انا عروس؟ نعم استاذ حلو وحضرته لاقي العروس ولا بعد؟ لا ملاقيها ملاقيها ليه هو ما بيحكي؟ بيستحي عيلته الوحيده انه بيستحي ايه مبين عليك خجل طلع فيه عمو لا مبين خجول دخلك عندك بالعائلة حدا بيستحي مثله؟ كان المرحوم أبو كان بيو يستحي مثله؟ كان يستحي إذا شاف حاله بالمراية يا لطيف يا لطيف وكيف كنتوا تجيبوا ليه؟
لينا 7 سنين لإجا هالصبي، بس بعدين كبرت المسبحة. حلو كبرت المسبحة، حلو. وشو المطلوب مني أنا؟ المطلوب منك إنك توافق على طلبه وتقول له مبروك. أنا وافق على طلبه؟ إيه طبعاً، مش حضرتك أبوه؟ أبوه، إيه هلا فهمت، هلا فهمت. إنه حضرتكم جايين تطلبوا إيد بنتي مني. إيه، جايين نطلب إيد بنتي. هي حكي 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 تاني بيحكي حلو كثير. عمو بس بنتي بعد صغيرة على الزواج، وسمير بعده صغير بس يقبرني رجل عبك. تاني بيان عليه مرجل اسم الله عليه. لا منيح تبديك. عمو انت وين شفت العروس؟ بالمدرسة؟ لا حد بيتنا، ما نحن جيران. انتو العروس جيران؟ ايه حلو، بس خليه يحكي اول. ايه ما بحكي اول. جاوب عمك يا صبي. ايه شفت حد البيت. نعم. بالاول ما لفتت نظري، بعدين صاحبي قال لي ليك هالبنت شو حلوه، ساعتها شفتها وحبيتها. حلو. ليه الزواج؟ ايه مزبوط. ما هيك؟ عن اذنكم لحظه، عن اذنكم لحظه يا عريض. شو قوي ضيفة؟ انا بقول راح يشتريكم المحابس. الو الو، عم تطرح شيء؟ الله خليك، ممكن احكي مع دلال؟ الو الو. ايه بابا عم بسمعك. ولي دلال؟ ما عيب بهالعمر تحكي مع الشباب ومع الجيران ومع الحب والزواج؟ انا بعدني صغيره على الزواج بابا. ولي بدي بتعرفي حالك صغيره، مو بتعرفي سمير وام سمير؟ وين؟ وحياتك بابا، لا بعرف سمير ولا حتى حكيت مع ام سمير. اسمعوا لي، من بكره بتجي انت واخواتك تسكنوا معي بالبيت، بيزار امكم مش شايفتكم ومش ملتهيه الا بشغلها، فانتم من بكره بتكونوا تحت امرتي وببيتي، فهمتوا؟ انا فرجيكي. بابا بليز اسمعني. شو بدك تقولي يا بلا مخ؟ وحياتك بابا، القصة اللي عم تقولها ما معي خبر. يا ما عندك خبر؟ ايه؟ والجماعة يا حنا عنا عم يطلبوا ايدك، شو بقول لهم؟ اسكتك ولا كلمة، انا عشيف فرجيكي، اوكي؟ دلال ليه عم تبكي؟ ما بعرف بابا، تلفن حكي معي كلام ما فهمت منه ولا شيء. بخصوص شو؟ بخصوص الناس رايحين يخطبوني. شو؟ مش قليلة بتتجوزي قبلي؟ لا حبيبتي لا، الصبيين بيتجوزوا بعد البنات. وفي وف وف احملي ابنك وفركيها من هون، دلال مش خارج جواز وانا ما عندي بنت للزواج. يلا يلا. مين دلال؟ دلال بنتي اللي حضرتك جاي وجايب امك معك مشان تطلب ايدها. بس انا البنت اللي بحبها مش دلال، اختها. اختها اختها، يخرب بيتك. مين عم تحكي؟ مين عم تحكي عن هنادي؟ اللي بعيب عليك، رجال طويل عريض جاي تطلب ايد بنت عمرها 6 سنين. لا يا استاذ، اكيد في بالقصة غلط. سمير البنت اللي بحبها اسمها تاتيانا، لا دلال ولا هنادي. شو اسمها؟ تاتيانا. انتوا عم تحكوا عن تاتيانا. اتفضلوا اتفضلوا ارتاحوا. اهلا وسهلا. وتاتيانا قالت لكم انا ابوها؟ هي ما قالت، بس انا لحقتها بالسر وعرفت انها عم تشتغل بمكتب ابوها. اها. سمير بيعجبك حربوق وذكي. مبين عليه حربوق، طالع لامه يقبر امه، بياخذ العقل. على كل حال، حتى البنت اللي جايين تطلبوا ايدها تاتيانا حرام، مجوزه عندها 4 اولاد. تقبر اصحابك، مجوز وجايب لي اطلب لك ايدها؟ كل عمرك جذبه ابن جذبه، مشي قدامي يلا. يا ابن الجذبه تعال الي، تعال. تفضل وديت معك مشان تقدمهم لعروستك الجذبه يلي بتشبه امك الجذبه. الى الخارج انطلق. شوف عمرك على عمر امك. تاتيانا ليه عم تضحك؟ تاتيانا تاتيانا كبرت الصغيرة، كبرت كبرت. عرفت الجماعه اللي كانوا هون شو بدهم؟ شو بدهم؟ جايين يطلبوك للزواج، وان شاء الله بهدلتهم ودشرتهم. لا بس دشرتهم، حملتهم ورديتهم واردحتهم من هون، طلع هو جذبي وامه جذبي، عرفتي؟ بس كرمالك وكرمالهم طلعت الفله براس دلال. يا حرام دلال، شو قصة دلال؟ ماني اللي عم بيطلبوا مني ايد بنتي، شو افتكرت انا مين؟ دلال.
تلفنت لزلال وبهدلته. عن اذنك لو راضية. عن اذنك. يا حرام يا دلال على القصة. شو بابا؟ عريس جديد كمان جاي يطلب ايدي؟ معلش طولي بالك دلال. أنا آسف. صار سوء تفاهم بالقصة وأنا كنت بفتكر إنك أنت المقصودة. معلش بابا، بس تأكد إنك أنت ربيتنا على الصدق. وأنا رح كون صادقة معك حتى لو بيوم من الأيام حبيت عن جد، رح أقول لك. ولك الله يفرحني فيكي ويفرحني فيكي وبإخواتي كمان. دلال حبيبي برجع بعتذر على كل شيء حصل مني. لحظة بابا، هاني بدي أحكي معك. الو، اذا كنت تفكر تجوز البنات قبل الصبيان بتكون غلطان. بتجوز الصبيان برجع البنات. اه يا هاني يا غشليتي. شو بو هاني؟ عجبك؟ افتكر هاني القصه جد وقايمه قيامته ما بيقبل حدا بالبيت يتجوز قبله. الله يخلي لك اني يا استاذ. يطول لي عمرك. دخيلي إذا كان مدير البنك قال له مش هون سافر، بعد يومين بيرجع، إيه؟ ألو؟ سوري أستاذ؟ الأستاذ مسافر، ممكن يوصل بهاليومين. أوكي أهلا. أخ أستاذ؟ أخ فيي أعرف ليش عم تهرب من وجهه للزلمة؟ لك يا حبيبتي مجبور أهرب لأنه ما معي أدفع له المبلغ اللي طلبني فيه. ونادر حتى بيع الاراضي اللي عندي وسدد المبلغ، ما بينطرني. استاذ انا برايي تروح تحكي انت وياه، هيك كلمتين حلوين منك باخر لك الدفع على الوقت اللي بريحك. والله حق معي. وانت اللي عم تحكي صح، عن اذنك، خليني اروح لعنده. اوكي. اوكي. مين هيدي يا بابا؟ سكرتيري بابا. غليلي شوي شوي غليلي. وخد عينيك. معقول في مكواية مش سخنة دوات؟ لا تغزينا سخنة سخنة بتعيديني اياها مشان احلو بقنا. تأليف أنطوان غندور، إخراج عادل حلاوي وزينة سوفان سرحال. دويك 2000 التنين 8:30. وطالب يقبلني الغيري كل مواعيدي وبعتلي. تفضل. اهلا استاذ ابراهيم. تفضل. سعاده المدير. صباح الخير سعاده المدير. تفضل يا زبطريق. طول عمرك. شكرا سعاده المدير. شكرا شكرا. صرت بعت لك انذارين ومتصل فيك مرتين. نعم. بالمكتب ساعه بيقولوا لي مسافر وساعه بيقولوا لي مش هون. فيني افهم ليش ما بدك توجهني؟ يعني بصراحه سعاده المدير انا عم بهرب من وجهك. من وجهي؟ يعني قصدي يعني مستحي وجهك بعد اللي حصل. مستحي. استاذ ابراهيم. نعم. انت محامي. نعم. وبتعرف تهربك من الدفع بيوقعك بقضايا قانونيه. انت بتعرف عقوبتها. بعرف سعادة المدير، بعرف كل شيء. لذلك بعد جاي من المطار دغري لعندك حتى استصرخ ضميرك انك تأجل لي الدفع شوي. القصة مش متعلقة بضميري. نعم. قصتك متعلقة بمجلس إدارة البنك. نعم. وأنا مجبور سكر حسابك المكشوف. وإلا بصير بنظرهم مثلي مثلك، اثنيناتنا بنروح على الحبس. لا تخيل 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 ما تقول كلمة الحبس قدام، بتعمل لي حساسية، لأني صار يومين ثلاثة بنام، بشوف حالي رحت على حبس، بقوم مثل مجنون من النوم. بصراحة. نعم. صرت نطول بالي عليك اكثر من اللزوم حفاظا على مركزك ومكانتك بالمجتمع. لذلك انا بشكرك سعاده المدير يعني، بس بدك تطول بالك علي كمان شوي لانه عندي انا شقفتين اراضي منيح عرضهم للبيع، لكن بتعرف انت سوق الاراضي بالايام ما في. وقديش قيمته الماديه؟ يعني اذا انبيعوا بسعرهم بغطوا لي مبلغي بالبنك. وبشكرك على معروفك. وانت على شو كل هالمصروف يلي وقعك بالعجز المالي؟ ها؟ الله يقصف عمر النسوان، الله يقصف عمر النسوان، سبب خراب كل البيوت. صرفتهم على النسوان؟ على نسواني. ما فهمت. يعني انا كنت مجوز بالاول نجله، بتعرفها مرتي الاولانيه نجله، بتعرفها؟ طلقت. لحتى اخلص شو عملت؟ اعطيتها البيت والمكتب وشويه مصاري كانوا معي لاخلص. وخلصت؟ لا، رجعت وقعت. جوزت السكرتيره اللي عندي بالمكتب كانت جميله، تذكرها جميله. رجعت جوزتها، قبل الزواج كانت بمنتهى القناعه، بعد الزواج فتحت قبليتها على هيك. صارت هي تقول لي هات وانا ادفع مثل مجنون، هي تقول لي هات وانا ادفع مثل مجنون، لغرقت بالديون اللي حضرتك هلا بتهددني فيه بالحبس. فعلا قصتك بتحزن. بس بتحزن، بتبك، تصور انا مجوز اثنين، عندي بيتين وعم نام كل ليله بالسياره، وما فيها كونديشن، ما فيها. يا دل عليك، مع كل الرجال المجوزين. لذلك سعادة المدير الله يخليك، بوس ايديك،
بلكي فيك تاخر يعني القرار شوي لحتى بيع الاراضي اللي عندي وسدد لك كل حسابك واشكرك على معروفك. راح اخذك على مسؤوليتي. نعم. واخر لك الدفع لمده اسبوع منيح؟ لا لا خليه اسبوعين لحتى الحق بيع الاراضي ولاقيله زبون. طيب راح اطلب مجلس الاداره ياخروا لك الدفع اسبوعين. طول عمرك. بس اذا ما دفعت ما راح احكي، القضاء هو اللي بيحكي لك. انا ممنونك، انا ممنونك، انا بإيدك بوسه، انا ممنونك، ممنون الاداره. طول عمرك، خلينا هيك، ما في احسن منكم انتم. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه سيدنا. الله يخليك. بدي لي معك شي 1000 دولار رح تسدد حساب سريلانكي بالبيت. استاذ ابراهيم مع السلامه. 500 دولار شان سكرتير المكتب. استاذ ابراهيم ساعه المدير 5000 بس مشان اجر. هو هو علينا. من الأول أنا قلت تأخيره بالدفع في وراء السبيل. تفضل. مرحبا حكيم. أهلا أهلا تفضل. محسوبك العم نزيه. أهلا بالعم نزيه تفضل ارتاح. جاي لعندك يا حكيم تتفحصني فحص دقيق. أنا كتير عم بتعذب بهالأيام يا حكيم. عم نزيه بشو عم بتحس؟ يعني ما بعرف يا حكيم، حاسس انه عمري رح يخلص قبل وقته. العمر الطويل إلك. قل لي شو اللي بيوجع؟ قول واجع واجع قفيش. بس اللي صاير انه صاير عندي حساسية من الأصوات العالية. نعم. لك عم ممكن تشرح لي أكثر لأفهم عليك؟ إيه مثلا بفتح التلفزيون تأتسلى. نعم. بيحكي نايم بصور جسمي ينمل ويرجف رجف. بيحكي وزير بصور ارجف مثل اللي معه باركنسون. 99% من الشعب اللبناني معهم هيدا المرض باركنسون. ايه بعتني لعندك صديقك ابراهيم الفحامي. ابراهيم؟ وقال لي انك انت الوحيد اللي بتقدر تساعدني وتشفيني من هالمرض. عم نزيه بحب منك تسمعني منيح، ما عندك شيء صعب، كل الناس عم بتحس هيك بالقيمة، بدي اطلب منك شغلة بسيطة واحدة بس، انه تبعد عن التلفزيون، ما تعود تشوف تلفزيون بتصح. قفيش يا حكي. ليه؟ لأنه إذا سكرت بوجهه التلفزيون بيطلعوا لك بالجريدة. طيب ما تعود تقرا جريدة. بيطلعوا بالإذاعة. ما بعمرك ما تسمع الإذاعة، ما تسمع الإذاعة. معقول؟ معقول شخص مثلي عايش بالقرن 21 لا إذاعة ولا جريدة ولا تلفزيون؟ هلا عم نزيه أنت بتهمك الحضارة ولا بتهمك نفسك؟ إذا بدك تصح بدك تبعد عن كل شيء بيزعجك. شوف أنا مثلا، أنا ببعد عن مرتي لما تصير اتنين، بتعرف شو بعمل؟ بحبها وبدنيي وما بعود بسمع شيء. شو هو؟ شو هول؟ شو؟ هول شو؟ شو؟ قطن خصوصي بتحطهم بدنيك ما بتقعد تسمع أبدا. فيي جربهم يا حكيم. أكيد فيك تجربهم ولو. عم تسمع؟ كثير بيريحوا لحكيم. يعني بهالطريقة بكون خلصت من الصوت. برافو. بس الصورة شو بدي أعمل فيها؟ الصورة ما في أهم من الصورة. اقعد شوي ارتاح. الصورة بدنا نستعملها هاي. شو؟ اوه كثير كثير منيح. هذا الدواء اللي كنت عم دور عليه. ايه لايك. لا عم بسمع ولا عم بقشع. احسن شيء. قديش بتريد يا حكيم؟ 100 دولار. ما عم بسمع. 100 دولار. ما عم بقشع. لك يا عمي شو بك؟ شو بك ما عم تسمع ولا عم تقشع؟ خلص يا خي ما بدنا منك شيء، مع السلامة. علمناك
علمناك على شحيدة سبقتنا على البوابة. كتر خيرك يا حكيم، كتر خيرك يا أمي. هذا الدواء اللي رح يشفيني على الآخر. بس لا، ما قلت لي هذا بستعملهم بعد الأكل أو قبله. لا، هاو بدك تستعملهم إذا بدك تنصب على شي حدا، بدك تنصب على الناس تستعملهم هيك، لا من شيف ولا من أشع ولا من دري. خاطرك يا حكيم، كتر خير. إذا كل الزبنيات اللي بيبعتهم إبراهيم مثله، سكرنا العيادة بكرة. لك شو بك يا ناسا؟ وعي؟ شو معينك لبوية بارية؟ شريح، أنت كيف تقبل تخليهم يحبسوك؟ قل لي. ليش هن لما حيحبسونا حيسألوني فكريك؟ طيب، كنت قايل لي إنه إنك بتملك أراضي، وين هن هدول؟ ولا كمان كذب؟ لا لا، الأراضي موجودين. عرضوا للبيع، بس البنك رفض يرهنهم لأمره. عرفتي كيف؟ وما في زبونة. خلاص يعني رح يحبسوك. لك ايه حيحبسوني؟ شو بعمل؟ مش حرام عليك بنت مثلي مثل طربون الحبق تلبسها من هلا اسود؟ يعني لي اسود؟ ايه، هذيك اللي بيموت جوزها بتلبس اسود، مش اللي بنحبس جوزها. مثل بعضها شيري، الوحده بتترمل اذا مات جوزها او اذا انحبس. هو انحبس؟ شفتي وجهك شو كان خير علي؟ شفتي؟ لحظه. الو، ايه يا حبيبتي؟ هي لمين عم تقول حبيبتي؟ مازال انا هون. نازله عم تحكي معي؟ نازله وبتقلي حبيبتي قدامي كمان؟ يعني اكيد بعدك بتحبه. ايه بعدك بتحبه. خلينا نفهم على المره شو بدها. روقي. ايه نازله، عم بسمعك. سوري برهوم اني عم بتصل فيك بهالوقت. ولو نازله، شو انت غريبه؟ اتصلي الساعه اللي بدك، انا تحت امرك. عندي خبرين بدي خبرك اياهم. باي خبر بتحب بلش؟ أنا رأيي تبلشي بالخبر اللي ما في زعل، لأنه فرحة الناس ما بندرى فرحها، وانزعلت الناس عنا شيء مكفينا. طيب رح خبرك أول خبر. نعم. شحطوا الأولاد من المدرسة. شو؟ شحطوا الأولاد؟ إيه. نجلة، شو مش دافع على القصة الظاهرة الشهر؟ مش دافع على القصة، مبلا القصة مدفوع، بس شحطوهم لأنه مأخرين بالمدرسة بدروسهم. شوفي، هذا السبب نحن سببه. نحن اللي ضيعنا الاولاد بمشاكلنا. المهم هلا شو بنعمل؟ الاداره طالبه ورانا تشوفنا انا وياك. انا تحت امري، شوفي امتى في وقت انا بروح لعند معهم. انا رح اتصل بالاداره واخذ منهم موعد، برجع بخبرك. اوكي حبيبتي. حبيبتي كلمه، حبيبتي كلمه بتنقال بس. الو، ايه نجله، عم بسمعك حبيبي. هيدا الخبر الاول، ما بدك تعرف الخبر الثاني؟ شوفي، اذا كان بيزعل مثل اولاني خليه لبكره، مش هيك؟ لا، ما بيزعل ولا بيزعج، ما تخاف. اوكي، قول. افتح التلفزيون، شوفنا على التلفزيون. يا ملعونه، شو عم تعملي بالتلفزيون؟ بتمثلي؟ لا، تركت التمثيل لإلك. عاملين معي مقابله بما انه انا بزنس وومن بهالوطن. حلو حلو، بزنس حلو كثير. واي ساعه المقابله؟ هلا. افتح التلفزيون بتشوفني بوشك. بس برهوم، ايه؟ ليه شوفني اذا طلع حلو ولا لا وقل لي. اوكي اوكي نجلة، باي باي. الله معي. خلصوا عصافير الحب من التكتكي. العمى شو شكيكي؟ العمى شو شكيكي؟ لست عم تلفل لي بس بشيل الاولاد. الاولاد دشروهم من المدرسه وقال لازم نطلع انا وياها على الاداره حتى نرجعوا على المدرسه. بس طيب، بس وثانيا؟ ثانيا عاملين معها مقابله بالتلفزيون. اسم الله. ايه؟ بصفتها شو؟ مترشحة على النيابة حضرتها؟ لا، بصفتها أول صاحبة محطة بنزين بلبنان. عن إذنك. شو عم تعمل؟ بتدور تلفزيون. بتشوف نجلة. شوفها، شو عملنا؟ بعد ما عرفتينا عن مهنتك وعن محطة البنزين اللي صارت كلها لإلك بعد ما كنت فيها شريكة وشريكة بسيطة، فينا ننتقل معك لحياتك الخاصة؟ فيكي تسألي السؤال اللي بيخطر على بالك. جوزك شو كان موقفه من مهنتك الجديدة؟ أولا نحن مطلقين، ثاني شي جوزي عنده مركز مرموق بالبلد وهو بشغله وأنا بشغلي. وحضرته شو بيشتغل؟ جوزي محامي، ومحامي كثير ناجح ومعروف. مرق شي مرة وشايفك هون على المحطة؟ أكيد دايما بيمرق وما بيقبل يعبي بنزين إلا من إيدي.
الظاهر بعده معود على ايديك. طبعا 15 سنه زواج وما بدك يتعود على ايدي. سوري نجلة، بعد 15 سنه جواز طلقته؟ ايه طلقنا. سوري شو كان السبب؟ حب سكرتيرته وتجوزها. يعني بفهم من حديثك انك منك على خلاف مع جوزك بسبب الطلاق. ولا بالرغم انه تجوز وحده غيرك؟ بالعكس، صحيح نحن مطلقين بس بضل حبيب قلبي وبيولي. كفي. لك لشو طفيت التلفزيون؟ ايه شري، مش انا طفيته، راحت الكهرباء. الله يقطع عمر الكهرباء. شو تصور مني يا امي؟ ما في الا قطع كهرباء، قطع كهرباء، ما في الا قطع قطع. كيف؟ جميلة؟ كيف قطعت الكهرباء بالتلفزيون والصالون بعده طريات ومضويين؟ يمكن شري، يمكن راحت الكهرباء عندهم بالتلفزيون. ايه ليه؟ ليه؟ بتشرك ايديك عم تضحك علي ما هيك؟ اعترفي. شو سوفاج انت؟ سوفاج؟ ايه ليك انا رايحة انام. طيب بدي رايحة انام، خليني عم اتفرج على نجلة بالتلفزيون. اذا بتتفرج عليها بكسرك وكسرة وبتنام بالسيارة والله العظيم. لا كيف بدي اتفرج عليها ولما مقطوعة التلفزيون؟ مقطوعة الكهرباء بالتلفزيون. الله يقصف عمري يجوزني هيك. يا على عيونك شو مزنطرة، يا على عيونك شو مزنطرة. ليه عليك واللي جوزني هيك؟ مين هيدي يا بابا؟ سكرتيرة بابا. سكرتيرة يا بابا؟ روحي روحي نامي. عزيزي برهوم الكذاب، بحيث انك كذبت علي بقصة البيت، وكذبت علي بقصة السيارة، وكمان كذبت علي بكل الامور، انا ذهبت الى منزل امي ولن اعود الى هذا المنزل قبل ان تتوضح كل هذه الامور الغامضة. ايه الامضاء جميلة. لك الملعونة، خلتني لازمت وراحت. ليلي ليش؟ تعالي يا عم سكتي، انا ناسيه بده ينام، ليش وعيني؟ ليه سكتي احسن ما تضربي شغلتك. ها سكتي. شوفي شو بيطلب. مين مسكر اوضه النوم بالمفتاح؟ مدام سكر اوضه النوم والخزانه وسكر على كل شيء وراح. المدام سكرت؟ طيب انا وين بنام؟ انام بالسياره. روح نامي بجنه حمراء انت وياها. امين يا رب. قملي 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 قملي. خي بعدين هو راح ليش راح ينام؟ زينة زينة. اخ ثم اخ ثم اخ. سلامتك من الاخ يا استاذ، ان شاء الله عدوينك ولا انت. شوف كيف صرت عم فكر هيك بيع المكتب واخلص منه. شو رايك؟ بدك تبيع المكتب اللي عم بتعيش منه؟ ليش فكرك المكتب عم بعيشني؟ بالعكس المكتب خرب بيتي، صار لي 3 أشهر ما في الا دفع 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 لاخترب بيت على الاخر. استاذ اسمح لي اسالك سؤال. تفضل. بدك على عم تصرف على نجله واولادها؟ لا الحمد لله. قولي نجله من بعد ما مشي شهر الحمد لله صارت هي عم تصرف على حالها واولادها برات تعطيني لالي مصروف. يعني ما بقى عندك غير مصروف جميله. الله يرضى عمرك. السياره خارب بيتي وحكيتك انت نازله فيه نتف نتف ما في الا نتف 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 لو وصلت لحالي. افرض وجهك استاذ، هيئة الزبون عنده قضية. شربي؟ ايه. يعني هيك منيح؟ ايه ايه منيح. جاي. ايه تفضل. صباح الخير. صباح الخير. حضرتك استاذ ابراهيم؟ نعم. نعم، أنا ابراهيم المحامي. أهلا وسهلا. تفضل تفضل ارتاح. لا معلش، لأني مستعجل. ايه شو؟ سرقة ولا جريمة؟ لا هيك ولا هيك. في موضوع بدي أحكيك إياه. أحكي؟ تاتيانا مش غريبة، تاتيانا سكرتيرتي بتكون، قول قدام ما معلش. حاضر. في المدام مرقت لعنا على المحل. مين؟ المدام. مين المدام؟ مدامتك. اه مرقت عنكم. اي نعم. مدامتي مرقت. مرقت لعنا على المحل، اخذت الذهب والماز، حولت الدفع عليك. حولت الدفع علي؟ اي شفتي؟ قد ايه المبلغ؟ اعصابك كيف؟ انت بتقول منيحة بس انت خبرني المبلغ شوي شوي. ليه من الاجمالية؟ 54,000 دولار. يعني 54,000 دولار؟ واخذة البضاعة؟ طبعا سلمناها البضاعة. لما عرفنا الشيك باسم حضرتك. وبطلوا الشيك؟ مشان هيك انا جاي لعندك، نحن بنصرفه، طلع بلا رصيد. اكيد بلا رصيد، روح اكبسوها، روح اكبسوها، انا ما بعرفها، انا ما بعرفها. يا استاذ الشيك عليه امضاء حضرتك.
ايه موجود على الباب؟ ليك معك صورة عنه؟ طبعا. تفضل. يا رب. مظبوط. بس الأمضى أكيد أكيد مزور. إيه شو صار؟ فاجأته بهيك مبلغ وبدك إياه يضل واعي، قطع قلبه. إيه أنا مالي خلني، المحل بلغني وأنا جيت بلغه. خلص روح هلا بس وعد خليه يتصل فيك ويحل المشكلة. بس إذا مين؟ أنا ما خصني. سيز قوم خلص ما تخاف فل الزلمة قول. أنا وين؟ يا ابني انت مين؟ ايه تاتيانا. تاتيانا تاتيانا شايفه شو عم بصير فيي؟ فوق الضربات الصخرة اللي نازلة على راسي ست جميلة شايفة شو عاملة؟ مش وادي جميلة عم تنطفني مثل الدجاجة. بسيطة يا استاذ كل مشكلة وإلها حل بسيطة بسيطة. خلص قوم خليني أعمل لك فنجان قهوة. لا ما بدي قهوة ما بدي قهوة خليكي غمرتيني ناقصني حنان ناقصني حنان. استاذ الله يخليك خليك خليك استاذ خلص مش مشكلة قوم كل شيء له حل قوم. ما في حل مع جميلة ما في البلا لازم لاقي حل. أمي 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 أنا فرجية لازم أوقف عند حدا. شو بدك تعمل تلفي للبوليس؟ لا لا عم تلفي لجميلة خلي ترجع القبضات للرجال وترجع لها الشيك لإلي. عادي شوفي كيف عم تستعمل القوة معها. ألو ولي أم جميلة؟ شو قصتك اليوم عم تعيط لي أم جميلة؟ ما في صباح الخير حماتي؟ وين الحرامية؟ أي حرامية؟ الحرامية بنتك وينها؟ أعطيني إياها عايزها شوي. ولو يا ابراهيم معقول تقول عن مرتك حراميه؟ ولك ومرتي تبرتها اعطيني اياها عايزها بكلمتين. جميله صار لي يومين ما شفتها. بفهم من كلامك انه امبارح ما نامت عندك بالبيت؟ قلت لك لا. اكيد بتكون رايحه نايمه عند واحد صاحبها مصعب علي واحد. سكتي يا مزرشحين يا واطين. لك روق روق شو بيك معصب هيك؟ فهمني شو صار وشو السبب؟ السبب؟ السبب بسيط انه انا امبارح كنت نايم على الفوتاي بالصالون. اتكسروا عظامي، قمت لفوت نام بأوضة الصالون بأوضة النوم، فتحت الباب ما كان ينفتح، طلع الباب مسكر بالقفل، والخزانة مسكرة بالقفل، والبراد مسكرة بالقفل، الملعونة هي أخذت المفاتيح ورايحة. لوين رايحة؟ تروح على جهنم أنت وياها، روحي دوري عليها وين موجودة ورجعي احكي معي، وبعدين لك الحادث حديث. لكن هيك صار معك امبارح؟ بس امبارح؟ كل عمري يصير معي هيك شغلات، بس أنا ساكت ما بحكي، عم بكتب بقلبي. شكرا شفتي لحتى وصلت لهالحالي. يا عالي يا عالي يا عالي يا عالي يا عالي يا عالي غمريني غمريني ونسيني الحالة اللي أنا فيها غمريني. لا مش هيك. تعملني وتاخذني معي. افتحوا الباب. ليكو مين أول كو إجا لعنا بهالوقت؟ بشرط من اللي إجا؟ من قدي لقدي؟ من ألف لألف. أنا بقول هيدي التيتا اشتقت لنا ورجت على البيت. لا هالدقة مش دقة التيتا. أنا بقول خلو طلو. كمان هيدي الدقة مش دقة خلو طلو. أنا بقول عصافير الحب فقسة وطحشة. لا فقسة ولا طحشة. ليك يا عمي افتحوا البيت. يلا لحظة رح نفتح. أنت مين بتقول؟ أنا بقول هيدلان سالي مرت عمو عادلة. طب افتح لها شوف. إذا خسرتوا بتدفعوا لي. وإذا خسرت رح تدفع لنا. أوكي. أوكي. يلا. شو بكم بعد فتحتوا البيت؟ روقوا يا الله. هي ربحت. ما عيب عليكم تركيني هيك واقفه برا؟ ما تاخذيهم كانوا عم يتشارطوا مين جاي لعنا. ايه وطلعت انا وانا ربحت. وانت ليه ما فتحت الباب؟ كنت عم بعمل رياضه. بلا الرياضه عبكره عليك. ايه اوكي. تفضلوا فوتوا على اوضتكم. دلال بليز حبيبي تعملي لنا فنجان قهوه لانه سالي بتحب القهوه من ايديكي. كرم عينك وعينا. نملخ الواحد الف. ما معنا فيكن تفوتوا على اوضكم احسن ما كسر لي شي الف عصايه على راسكم. تفضلوا تفضل. شو اللي منهم بالمدرسه؟ ما عرفتي؟ شو؟ الاداره شحطتهم من المدرسه. يي ليه؟ لانه براسهم ما عم بفوت علم. ما بعرف شو صاير لهم. طب وبيون عرف؟ تلفنت له قلت له. شو رح تعملوا؟ اخذنا موعد مع الاداره وبدي روح شوفه للمدير انا وبرهوم. شو مبين صايره مثل برهوم؟ بشو؟ هيدي لمين؟ هيدي لالي.
شو هيئتك تخنقتي انت والدكتور عدلي؟ تصوري لاول مره بمد ايده علي. ضربيك؟ ايه ضربني وضربته. برافو عليكي، مبسوطه؟ وكيف انتهى الماتش؟ انتهى انه كل واحد منا مسك الشنطه حط فيها تيبه وفل. لك شو السبب؟ اسمعي وتحكي. بدك تصوت اللي قال لي انا بصوت له؟ لا حبيبي، انا بصوت للي بيخطم وطني. انا الزلمه بالبيت بتنتخبي اللي انا بنتخبه. صوتي ملكي مش ملكك، لا تعمل فيه مثل ما بدك. لك وطي صوتي. وطي ايدك. وطي صوتك بوطي ايدي. بترفع ايدك علي؟ ليه؟ تعا تعا اضربني لشوف. لك بضربك بضربك اكبر مني. يلا لشوف. عم تضربني؟ تسمعي خود. لي خلعتي لي كتفي. ان شاء الله ما تعود فيك تلعب تنس بكتفك. انا بدي اتشك عليك للدولة، خليهم يربوك. الزوج مسؤولية الزوجة مش مسؤولية الدولة. انا فرجيكي، انا فرجيكي قوية مسترجلة. اذا ما بتسكت رح كفي عليك. ها خد معك مخدة لروحة بلا ردة. هلا ضربته بعد كرمال الانتخابات؟ طبعا، مسلوط صوتي وانا حرة انتخب مين ما بدي. يا ماما تعرفي فين شو عم يعمل فينا؟ مو على صديق، هذيك المرة خسرونا دفعت لهم، هالمرة خسرتهم ما دفعوا لي. ماما شو بدك بهاني؟ كل ما اشوف معنا مصاري بياخذ لنا اياهم. يا عم استحوا، قولوا في عنا ناس. ما رح اسكت حتى يدفعوا لي الشرط. لك اخ، لك اخ من الاولاد وهم الاولاد، اخ. قهوه. مرسي حبيبتي. هلا انت قد ايه بدك تدفع بيتك؟ نقول كلكم 3000 ليره. خلص انا بعطيك اياها واترك الماما تقعد مع طنط ساليه بلا ذوق. حاضر يا مز. خلص طلعنا قوموا نلعب. دخلك انت ضروري كما بتلاقي معك قرش تعطيه لهاني. لك يا ماما ما بتسمع المثل اللي بيقول الفاجر اكل مال التاجر؟ وهاني الفاجر بيناتنا. روحي ماما، روحي يا ام اخواتك انت، روحي. اخ حضرتك شو بك تعملي مع جوزك؟ نجلة أنا جاي أتخبى عندك، ما بدي حدا يعرف. فيك تحفظي هالسر؟ ولو يا سالي بخبيكي بعيوني، البيت بيتك. مين هيدي يا بابا؟ سكرتيرة بابا. سكرتيرة يا بابا؟ هون. مين؟ عماتك. عماتي هون؟ إيه؟ روحي دشريها. لا مقلمي، أنا عيب دشره، روحي أنت دشره. ولي اسمع الكلام اللي عم بقول لك إياه ونفذيه أحسن ما دشرك معها، فهمتي؟ اتركيها إيه؟ شوفها وين؟ يا على عيونك على عيون حماتي. يا عليكم بالله جوزي، يا عليكم. لك يا عيب الشوم عليك، ما بكفي انك سبيتنا على التليفون، كمان بدك تدشرني من بيتك؟ يا دعان الخبز والملح. بالعكس يا دعان الخبز والملح فيكي وبنتك، لانه طلعتوا انتوا بلا اصل. اقعد اقعد وروق وتعطى نحكي كلمتين. انا ما بحكي معك، لا معك ولا مع بنتك، انا مسنفكم. خلص مسنفنا؟ ايه خلص. قال لي ليه زعلان يا جميل؟ اسمع الحكي، قال لي زعلان. زوجي بتترك بيت زوجها وبتروح تنام ما بعرف عند مين ومع مين، وبتيجي بتقولي لي زعلان؟ جميلة حبيبي ما ظهرت من البيت، جميلة نايمة بأوضتها. لا كذب. لا مش كذب. أنت من بعد ما تلفنت لي نزلت مثل المجنونة وجيت لهون، لقيتها نايمة بأوضتها. لك كيف بأوضتها إذا كان مسكر الباب بالمفتاح كيف؟ وبعدين اللي عطتني رسالة. صحية، بتحبي تسمعيها؟ إيه أنت شو؟ بتعرفي. ما حقرا لك بالأول لأنه مشرشحة في الأرض، بس حقول لك بالآخر. ولن اعود الى هذا المنزل، يعني الى هون، قبل ان تتوضح كل هذه الامور. الامضاء جميله. كتبت لك الرساله صح، ومسكر علي باب الاوضه من جوا صح، بس جميله ما ظهرت من البيت، واذا منك مصدقني في ليلي موجوده، اساله وهي بتقول لك الحقيقه. ما ليلي هي اللي اعطتني الرساله وهي قالت لي انه مسكر الباب بالمفتاح وراحت. وجميله قالت لها تعطيك الرساله وعملت هيك. مش مزبوط، مش مزبوط. بونجور مامي. بونجور حبيبتي. ليش ما عم بتصدق شو ماما عم تقول لك؟ لانه ما اكذب منك الا حضرة جنابة. بدك تعرف الحقيقة؟ اي حقيقة، اعترفي بي. وين كنت نايم امبارح؟ مع مين؟ وين؟ بس بس ولا بعدي عني انت، اعترفي مع مين؟ هيك خونيني بيتك قبل ما تخونيني، فهمتي؟ بيتك. مش انا الخاينة، انت الخاين. لا انا مش خاين. لا بلا خاين. لا مش خاين. بلا خاين، فيك تقول لي امبارح مين اللي وصلك على البيت بالليل؟ كيف؟ امبارح عشية. مين يلي وصلتك على البيت بنص الليل؟ امبارح عشية. ايه الدكتور عدلي. دكتور عدلي؟ ايه. ولا مرتك نجلة؟ صح ولا لا؟ في بالبيت وصلتني نجلة، بس كان في ظرف هون.
يعني عم تعترف انك رحت سرت مع نجلة وتركنا لوحدي هون بالبيت. ايه بس يعني كنت بدي اقول يعني حاجة تقول ما. انا اللي بدي اقول انه انت الكذاب مش انا وماما. قول انك بعدك بتحبها لنجلة. لا وهي بتحبك كمان وانا حاطيني مثل البرص الغير قدامكم بيناتكم. جميل صدقيني انا ما بحب نجلة انا بحبك الك بس امبارح صار في قصة خاصة بحكي لك اياها. طيب امبارح انا كنت وين؟ بالمكتب. تلفن لي مين؟ دكتور عادلة. وين يا دكتور عادلة انت؟ قال لي انا بنسيون نزلي مخلق مع مرتي تعال شوفني. رحت اكد لعنده وحياتك قعدت صرت انا وياه وحكينا كل القصة وسكرت. انا سكرت امبارح شربني سكرت فعلا يعني ما بحب عليك. مين اجى اخر الليل؟ اجت نجلة واجت مرته سالي. قالت كيف بده ياخذونا على البيت؟ قالت له قوم امنا اثنيننا نحن لانه سكرانين عم نطوطي هي. قال اطلعوا معنا نحن ما وصلكم لانه انتم سكرانين. فكنا سكرانين فعلا هذا اللي صار. طب مشان هيك انا سكرت الباب بوشك وزربت حالي بالاوضه. لك يا جميل يا حبيبي كنت قلي لي كنت بقول لك القصه كلها. خلص ما انا بس شفتك جاي مع نجله بنص الليل ما بقى عندي اعصاب جنيتك وقتت. شفت كيف كنت ظالمها لجميله؟ قرب واعتذر منها وبوسها. بوسها؟ شفتي؟ بتكون شي مره رجال وما تخاف قرب وبوسها. ولك ما بتخليني بوسها ولا بتخليني فوت على اوضه النوم. قرب بوسها هلا شوفي كيف بتهرب. شفتي هربت هربت شفتي هربت. يا أنتين بدي ضلني فاهمك انه الست ما بتحب الا الرجال اللي ببوسها بالقوه. شلونك ايه؟ جميلي انت بتحب العنف؟ يعني كل شيء ماما بدها تقول لك شو انا بحب وشو ما بحب قلت ما بتفهم شيء. اذا هدي اذا فيك تهدي ولع 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 بسطا بعد شهرين زوج بسطا بسطا شو شريف عمل عليك؟ شفتي كيف؟ عنيفين. حلو 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 يلا بخاطركم. لحظة 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 ما في شوي لحظة هلا ذكرت شيء. عادي عادي حبيبي عادي. ليك يا حبيبتي انت اليوم نزلي على السوق مشتري خاتم الماز ب 54,000 دولار وعطيتيهم شيك بمضي باسمي؟ ايه ايه حبيبي مش انت هذيك المرة كتبت لي شيك باسمي ومضيت لي اياه لما اعترفت لي انه مش كاتب لي شيء باسمي لا البيت ولا السيارة؟ مزبوط انا كتبت لك شيك حتى تخبيه مش حتى تصرفيه. شو بعمل فيه يعني بغليه وبشرب ميته بعدين بتروح مدته ما بعرف فيه اصرفه. جميل بتعرفي بالايام اللي بتجيبي فيه ذهب شو عم بصير فيه؟ انا فلست والبنك بلحقني من محل لمحل ويمكن يحبسني بهالكم يوم. شو بك؟ طيب بسيطه حبيبي اذا ما معك هلا ماما بتدفع منا وبعدين بس يصير معك بتدفع للبنك. ماما يا حبيبتي يا حماتي ما معك مصاري؟ حب انا انا يا حسر تملي. خلينا فوت انا غير ثيابي وتعي روحي معي على السوق حرام ابراهيم منرد الذهبيات ومنجيب له الشيك. خليني فوت معك تشوف شو رح تلبسي. عن اذنك يا صغر رايحين على اوضه النوم؟ ايه خذوني معكم لو لا رايحين لا اخليكم. يا امي على الشيطان شو بوسويس. قال لي شو انه مرتي عم تخوني؟ يا حرام وهي دايمه بالاوضه ومسكر الباب من جوا. يا علي شو غبي ليليش ليليش عطيها ما في قال لي ليش ليليش بهيدا بيت؟ شو عم تعيط علي وليه؟ لانك انت بتعيط لي ليليش ومدام بقيت لي ليليش وامه لا مدام بقيت لي ليليش ما في قال لي ليش بهيدا بيت؟ يا الله يقصف عمري ليش شو شغلتك بالبيت؟ ما شغلتك حتى تخدمينا. في معاش بخدمي ما في معاش ما هيخدمي. هلا فهمت مشان هيك عم تعيط علي. طبعا لانه ما في مصاري رح اتشكى عليكي واحبسك. ولو ليش انت كمان بتحكيني حبيبتي انت كمان ايه تشكيت اللي اعطيتيني اياها ما بيسوى فرنجي. ما بيسوى؟ نو انت قد بدك مني؟ ايه انا بدي منك 4 أشهر بدون مصاري. اللي بعطيتك شكيت فيهم؟ شو بدي اعمل بتشكيت ما في رصيد؟ ليك هديهم ونقعيهم والشبي ميتهم عن اذني. ليه عليك يا برهوم بين الرجال؟ ليه عليك؟ بدلت حتى مع الصناع السريلانكيات وليه عليك؟ يلا انا رايحه. تمام 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 وليه؟ شو عم تقلديني خامل شنطه؟ تعال هون وين رايحه؟ رايحة لعند البوليس قول له يجيبوا لي مصرياتي مني. إيه؟ لا تعال 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 يا حبيبتي انت تعال فكي شنطة فكي تعال حبيبتي تعال تعال هدي هدي ارتاحي هون خلينا نتفاهم نحكي ايه نشوف شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل. نعم ايه شو بدك نعمل؟ ايه جيب لي فنجان قهوة بس
حاضر بدن مني. ميرسي. أوكي. وين مستر؟ فيت على المطبخ. طب هلا بس يرجع قولي له مدام وهويتك راحوا ميتشين شيك. هادي مدام. تعي لهون. مبين هيدي قاعدة هيك مثل ست البيت. ولك تريك يا تقعد مثل ما تقعد، ليش هي عم تقبض مصاري بالاول؟ ماشي. ست ليلي. تفضلي. ميرسي بهوم. صحتين. صحتين وهلا. شو هيدا؟ شو هيدا؟ شو في؟ جايب لي قهوة حلوة أنا بشربها مرة. باردون ليلي، ما عرفت أنا بتشربها مرة، بس ما قلتي لي أنت، بعمل لي غيرها، بعمل لي غيرها. لا 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 معلش، مشي الحال، هالمرة راح أشربها، بس مرتي الثانية انتبهي. حاضر حاضر حاضر. ليه؟ عادي ليش واقفة؟ أنا بشكرك لأنك سمحتي لي أقعد حبك، ممنونك أنا. أوكي. ولو؟ إيه ولا لي سيجارات. بتشربي بتشربي سيجارة ليلي؟ إيه حتى أنسى إني عم بشتغل عندك بدون مصاري. حاضر حاضر، تفضل تفضل. حطين وهنا. بس هذا الدخان بيضر؟ نو نو نو. ما بيضر. معلمي؟ نعم. عشان أشتغل أنا عندك هون؟ نعم. لازم نتفق على كل شيء. إيه نتفق على كل شيء. إيه أوكي. هلا أنت ما معك مصاري تدفعي لي إجرة. زبط؟ زبط. اوكي. طيب عاد انا بتفق انا وياك تعطيني قفش البيت مقابل مقابل معاشي. هلا فهمت عليكي، يعني المعاش ما قادر ادفع لك اياه، بدفع لك بدله من قفش البيت. زبط. هذا تلفزيون قديش حقه؟ هذا جديد حقه شي 500 دولار. هلا صار عتيق بيسوى 200 دولار. 200 دولار؟ اوكي بعته. اوكي. وهيدا اول تشيك. اوكي. هيدا فتيات. ايه. قديش حقه؟ هيدول؟ يعني بتقولي شي 1000 دولار. هلا صار تعبان بيسوى 300 دولار. ارفعي السعر شوي ولو حرام. نو 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 نو. ما بتدفعي اكثر. لا لا. طيب خلص بعتي. اوكي. اوكي. قط النوم قديش حقه؟ الله يرزق عمري، قط النوم اللي انا ما فت عليها، اذا انت اخذتيها انا وين بنام؟ نام بقطي. لا خلص خلص، نسي قط النوم، ما حبيعها. طيب، اذا بدك تبقيها انا بشتريها. بعدين بعدين، اذا ما دفعت لك بعطيك اياها. ما بعرف بس انا بشتريها، اوكي؟ اوكي اوكي. طيب، هيدا العفش شو حتعملي فيه هلا؟ هيدا العفش بيجي هزوق بياخذهم. مين؟ هزوق. مين خزوق؟ مش خزوق. هزوق هزوق جوزي انا بيجي بياخد هيدا عفش على سريلانكا. جوزك اسمه هزوق؟ هزوق. بس تجيكم بنت صغيره سموها هزوقة. هزوق. حلو حلو حلو. وهيدا التلفزيون الي وهيدا فوتيات الي. تشكيت معي؟ ايه. لحظه بس حتى اجيب لك الورق واكتب لك كل شيء. اوكي اوكي بامرك. تكرمي ليلي ليش؟ ايه اوكي. تكرمي. اوكي. انا الموقع عدنان اقر واعترف بان هذا الصالون الفوتي هذا الويكانز معك؟ ايوه. ولا الويشز؟ اوكي هذا والتلفزيون اصبحوا ملكا للسيده ليلي ليش وزوجها خازو. هازو 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 هازو. عجبني اسمه هازو. ايه حلو حلو. تفضل. اوكي هاي مضي. اوكي مبروك. مبروك لك، هيدا 4 تشيكات لك. شكرا. اوكي ممنون عينك. انا ممنون عينك. هي خي خي. املي املي املي. يلا عشانك يلا عشانك. خلص هادي معلمي. يلا لي عليك ملا ابراهيم، لي عليك ملا ابراهيم، والله اخذتك ليبيعوك بسوق سريلانكا. مين هيدي يا بابا؟ سكرتيرة بابا. سكرتيرة يا بابا؟ Bang bang.
doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me Bye.